هانتوما كيفما شفتو معايا، من بعد ما خدمتم وصلتم للعدد اللي بغيت، يبقى لكم نتوما الاختيار العدد اللي بغيتو تلقيوه. المهم ملي كتبغيو تحسبو كتبداو تحسبو من هاد الاتجاه هنايا، بالنسبة لهادي من هاد الاتجاه وبالنسبة لهادي من هاد الاتجاه. انا هنايا عندي 1 2 3 4 5 6، انا هنايا عملت 12 وحتى هنايا عندي 12. دابا غنجي غنحيد هادي نخليها لها اتجاه وغنجي وغنخدم بهادي وغنجي غنحسب من هنا 1 2 3 4، عندي 9 و10 غنضرب فيها غنثبت بهاد الطريقة وغنرجع في هاد 4 ديال الغرزات. دابا من بعد ما تبت هذه هنايا غنجي هذه وغنجيب عليها بهذه الطريقه هذه، وغنجي عندي هذه الغرزه اللي عندي هنايا وغنجمعهم بهذا الشكل هذايا. من بعد غنجي غنخدم هنايا هاد الخيط اللي عندي هنايا هدايا ما غنخدمش به، غنجي وغندفنوه بهاد الطريقه هادية. غنجي هنايا غنجر بحال هكايا وغنعمل نشوف المسافه اللي عندي هنا ونخليها يعني هنايا، وغنجي وغنخشي هاد الخيط هذا في الثوب الطريقة. من بعد غنجي ونخدم بهذا. من بعد ملي نجيب هذا غنجي نفس البلاصة اللي كنت عملت فيها هذا الخيط بحال هذا الشكل، وغنجي وغنزير مزيان صافي، وغنخدم غنرجع في هاد العينينات اللي عندي. خصنا منين نخدمو يبقاونا 8 ديالنا. عنجين هنايا هادو اللي كنت لقيتهم هنايا كاين عندي، غنعمل غرزة صافي وغنمشي وغنرجع باش غنبدا نفتح الكوزة ديالي. صافي دابا غنفتح الكوزه، يعني بحالي غنعاودو الكوزه اللي عملنا هنايا، غنضرب 3 ديال الغرزات، الرابعه ما غنضربش فيها وغنقص الخمسة.
كيف ما قلت لكم دابا صافي غنبقى مكمله بهذه الطريقه هذه، يعني غنفتح الكوزه ديالي ونشدها، من بعد غنخدم من موراها اللوايات حتى كنكملوا لكم ديالنا كامل، عاد كنرجعوا باش كنعملوا له الطرس. صافي انا غنبقى مكمله على هذا الشكل هذايا، وانتم كيف ما شفتوا معي ملي كنكملوا نسالي الشكل ديالنا اللي كنحصلوا عليه. ملي كنساليو مثلا بدينا هذه الكوزه هذه، خدمنا اللوايات وبدينا الكوزه الثانيه كيف ما شفتوا معي انا دابا هنا في الثانيه. من بعد ملي كنخدم الثانيه كنجي مباشره وكنعمل لوايات وكنبقاو ماشيين على هذا الشكل هذا. دابا ان شاء الله نعمل معكم درس ديال هذا التريس كيفاش كنخدموا. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، شكرا على المشاهده والمتابعه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله باش غنجيو في الدرس هدايا. وما تنسوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش الكل يستفد.